دلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا منى شراوي عشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار الطقس والمرور والعملات واسعار الذهب. صباح الخير منى. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا هدير. صباح الخير. طمنينا. حر. الرطوبه ما تسالها ما تسالنيش لمده شهرين كده ولا صح حاجه. صح. احنا صح. هنفضل لسه حر وهنفضل برضو الرطوبه مرتفعه في شهر 8. بس هو ده الجو يعني وبطبيعه الحال. يا مسهل الحال. يلا صباح الخير عليك. مشاهدينا خلينا نستعرض معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. وزي ما هدير ومصطفى في بداية الحلقة كانوا بيقولوا عندنا مشروع ضخم جدا هو تطوير الطريق الدائري والإنشاءات اللي موجودة واللي انعكست وبشدة على جولتنا المرورية اللي هنشوفها دلوقتي وهنشوف الكثافات المرورية إزاي بيتم تعديلها مع وجود طرق بديلة. هنبتدي على طول جولتنا من محافظة القاهرة. هنبتدي بكوبري أكتوبر. احنا شايفين بعض الكثافات المرورية البسيطة جدا اللي مش بتأثر على معدل الحركة. هنبص مع بعض على الكوبري لغاية ما بنوصل لمنطقة رمسيس. لما بنوصل لرمسيس هنلاقي فيه سيولة تماما لغاية نزلة غمرة، وبعدها السيولة المرورية بتكمل معانا لغاية نهاية كوبري أكتوبر. لو بصينا من تحت الكوبري شارع رمسيس هنلاقي فيه كثافات بسيطة وغير مؤثرة بامتداد الشارع، وهتكمل معانا السيولة دي لغاية طريق النصر. ولو بصينا على شارع بورسعيد من عند نزلة كوبري أكتوبر هنلاقي سيولة مرورية لغاية منطقة الزاوية الحمراء والويلي ولغاية كمان كوبري الساحل والأميرية. لو بصينا بقى على طريق الأوتوستراد في سيولة مرورية نسبية هتقل بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، وطلعت المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم احنا عارفين انها مغلقة بسبب الأعمال الإنشائية. خلينا نكمل جولتنا في شوارع الجيزة وتحديدا من شارع الهرم. احنا شايفين يعني كثافة مرورية نسبية، هنفضل ماشيين لغاية ما بنوصل لميدان الجيزة هنلاقي هناك بعض الكثافات اللي هتبتدي تزيد مع ساعات الذروة. ولو بصينا على محور 26 يوليو هنلاقي كعادة الوقت ده كثافات مرورية للقادم من اكتوبر ولغاية ميدان لبنان، وفي الاتجاه التاني هنلاقي سيولة مرورية للي جاي من كوبري 15 مايو. خلينا بقى نروح الإسكندرية. هنلاقي بعض الكثافات البسيطة الموجودة عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي، وكمان هنلاقي كثافات بسيطة في المناطق المحيطة في كوبري ستانلي، والكثافات هنلاقيها طبعا عند الإشارات اللي في طول الكورنيش. لو بصينا بقى على الشوارع الجانبية دخلنا يمين وشمال هنلاقي سيولة مرورية نسبية في جميع الشوارع الجانبية. يلا نكمل جولتنا ونروح لمدينة أسوان ونتابع الحلقة المرورية هناك، ونبتدي من شارع السادات لغاية ما بنوصل لمنطقة المسلة. احنا شايفين سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ ان في كثافة مرورية بسيطة لغاية ما بنوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق ليها كثافة مرورية. ايضا هنلاقي بعض الكثافات المرورية عند شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى اسوان الجامعي، هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية البسيطة اللي مش هتأثر على حركة المرور. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 19 جنيه و17 قرش للشراء، 19 جنيه و9 قروش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه 54 قرش للشراء، 19 جنيه 46 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 23 جنيه و17 قرش للشراء، 23 جنيه و7 قروش للبيع. والفرنك السويسري بيسجل 20 جنيه و30 قرش للشراء و20 جنيه و21 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه و81 قرش للشراء، 2 جنيه 83 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه و8 قروش للشراء، 5 جنيه و10 قروش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 62 جنيه 27 قرش للشراء، 62 جنيه 54 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و19 قرش للشراء، 5 جنيه و22 قرش للبيع. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فالجرام عيار 18 بيسجل 900 جنيه، الجرام عيار 21 بيسجل 1050 جنيه، عيار 24 الجرام بيسجل 1205 جنيه و75 قرش، والجنيه الذهب بيسجل 8400 جنيه.
ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة اللي هيكون شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ولسه في ارتفاع في معدلات الرطوبة بالنهار وده هيزود الإحساس بالحرارة عن المتوقع بحوالي من درجتين لأربع درجات. وكمان النهاردة هنلاقي شبورة مائية خفيفة الصبح على الطرق الزراعية والسريعة والمؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 درجة، والأقل هتكون في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا على طول نرجع لها دير ومصطفى نبتدي معاهم حلقتنا. اتفضلوا. شكرا لك يا مي.